من اولها الاهلي ناولها، برغم سوء ارضيه الملعب والغيابات النادي الاهلي يحقق الفوز 1-0 على صنديب بطل النيجر ويقطع خطوه مهمه في الوصول لدور ال 16. الهدف احرزه اليو ديانج من رمي التماس طويله وتسديده رائعه من اليو ديانج بيسراه. قبل ما نتكلم مع نجومنا الكبار في احداث المباراه هنروح